عبد الله صالح مالكم من نوم منك ان شاء الله. سعود بالنسبه للاعب فهد الانصاري، نعم انا اعتقد لا احد يختلف عن اللاعب وموهبته، لكن اللي انا اقوله اهل مكه ادنى بشعابه، يعني لو كانوا محتاجين الفريق كان جدد له عقده، فبلا شك هو يعني مستواه هبط شويه صار عند الدروب بالفتره الاخيره، ما ظهر مثل اول ايامه. فاعتقد يعني المدرب حمل نظره، احنا عندنا مساعد نجحني ما اخذوه من كغب، الجبهه كله صح والمحطات الرياضيه كلها، لان لاعب مستحق. فاعتقد اذا هو فهد الانصاري لهم رغبه الجمهور الاتحاد كان مسوى مثل ما الجمهور الكويتي ناشد الاتحاد اللي مساعد لازم يكون بالمنتخب. نعم مشكور يا عم ابو يونس. والله نقطه مهمه، نقطه ترى في محلها، واضح ان الجمهور الاتحادي مقتنع بالاستغناء عن فهد الانصار. لا طبعا في خلاف، اكيد في اختلاف، لا ما الجمهور شوف بتويتر تشوف في اختلاف ما بس هم سووا هاشتاج مشكور فهد الانصاري، يعني كنا يقولوا له يلا ما نبيك، يعني اقل شيء ما قالوا له فكه نفس الشيء، يعني شكرا فهد الانصاري ايش تبي يقوله، يعني في ناس على الاقل يسوون هاشتاج نبي فهد الانصاري. في مطالبات ترى، مو مساله والله هاشتاج، في مطالبات ان فهد يستمر، وفي ناس ضد استمرار فهد واقع.